ما رح تنجحوا أبداً شو ما عملتوا. ما بهم شو هي خطتكم، لأنه القدر هو يلي رح ينتصر عليكم بالنهاية. فهمتوا؟ وقد ما بدكم حاولوا بس ما رح تقدروا تأذوا آبهي وبراديا بحيلكم وخداعكم هاد، لأنه القدر هو يلي كتب لهم ليكونوا سوا. حبهم القوي ما بيعتمد على الذاكرة، بيعتمد على المشاعر يلي بقلبهم. مهما حاولتوا تعملوا ما رح تقدروا تروحوا هالمشاعر، مع إنكم حاولتوا تفصلوا براغي عن آبهي وطالعوها برات البيت لتخلصوا منها نهائياً، بس آبهي رجع وعينها إلى سكرتيرته الخاصة ونقلها لهون. لهيك بعدها أنتوا تسببتوا بخطف براغي كمان. وشو صار؟ آبهي رجع جابها لهون على البيت مرة تانية، بس هالمرة على إنها مرته مو سكرتيرته. إيه هذا الشي اللي صار، هي الحقيقة، وهالشي صار قدام عيونكم وما رح تعملوا شي أبداً، وما رح تقدروا تعملوا شي أبداً ولا شي.